السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن الانتركرينيال بريشر مونيتورينج. الأوتلاينز بتاعتنا عبارة عن introduction, purposes, indications, contraindications, intracranial pressure monitoring devices, intracranial pressure waveform pattern, preparation and nursing care, and finally references. Intracranial pressure monitoring is essential for a clinical assessment as it correlates the objective data with clinical picture and help in determining the cerebral perfusion. The normal intracranial pressure is 15 millimeter mercury. Purposes for intracranial pressure monitoring. زي ما احنا لسه قلنا في السلايد اللي قبل دي ان الانتراكرينيال بريشر مونيتورنج ده خطوه اساسيه جدا في النيورولوجيكال اسسمنت، ازاي اعرف النيورولوجيكال فانكشن بتاعه البيشنت، فبالتالي هي بتساعدني ان انا احسن البيشنت اوت كام، كمان بتساعد ان انا اقدر اعمل ديترمايننج للبيشنت بروجنوزس. كمان it is helpful for assessment of patient response to the therapy especially mannitol, barbiturate and hyperventilation. It also help in reducing intracranial pressure. زي ما احنا لسه هنتكلم دلوقتي عن السيستم اصلا ان انا بقيس بيه الانتراكرينيال بريشر والديفايسز نفسها اللي بتكون معايا، هنلاقيها ان هي بتشتمل على درينج باك. الدرينج باك دي بتعمل دريننج للسي اس اف. طبعا لما بقلل السي اس اف فبالطبيعي ان انا هقلل الانتراكرينيال بريشر، وبالتالي ده هيساعدني ان انا اعمل امبروفنج للسيريبرال بيرفيوجن بريشر. كمان زي ما انا لسه قايله ان هي الانتراكرينيال بريشر مونيتورنج ده بيزك ستيب ان نيورولوجيكال اسسمنت. Indications of intracranial pressure monitoring. هنا اسمها intracranial يعني انا بقيس هنا البريشر اللي داخل البرين. معنى كده ان لازم البيشنت ده هيكون يا اما ريسك ان يحصل له برين انجري، او هو فعلا عنده ايه نيورولوجيكال بروبلم زي برين انجري اند تيومرز، حالات اللي عندها ستروك. طبعا الناس اللي عندها كاردياك اريست زي ما عرفنا اللي هو البوست كاردياك اريست سندروم، ان الناس دي بتكون عرضه جدا ان هي يحصل لها برين انجري بعد الريترن اوف السبونتينوس سيركيوليشن. كمان البيشنتس هنا اللي هو الجلاس كوما سكيل هنقولها ان جنرال اللي هو ليس ذان 8، طبعا برضو زي ما احنا عارفين ان لان البيشنت ده بيكون عرضه ان هو يحصل له برين انجري. كمان السب اركونيد اند انترا سيريبرال هيمرج، كمان الناس اللي عندها سيريبرال اسكيميك انفاركشن، كمان حالات الهيدروكوفيلاس. Contraindications to intracranial pressure monitoring. طبعا البيشنتس اللي بيكون عندهم bleeding disorder زي coagulopathy، او الناس اللي عندها infection سواء كان systemic infection او central nervous system infection او infection في السايت اللي انا هركب فيه الديفايس نفسه، طبعا دول ما ينفعش ان انا اركب لهم او اركب لهم الانتراكرينيال بريشر مونيتورنج ديفايس، وبالتالي مش هقدر اقيس لهم الانتراكرينيال بريشر. طيب الديفايسز نفسها اللي انا بقيس بيها الانتراكرينيال بريشر قال لك ان هي بتختلف على حسب المكان اللوكيشن اهوت اللي انا هركب فيه الديفايس نفسه والتايب بتاع الايه السيستم ده. فقال لك الديفايسز دي ممكن ان انا اركبها داخل الفنتريكلز اوف البرين، او في البرانشيما، او في الساب اركانويد اريا، او في اللي هو الايه الايبيديورال سبيس، او اللي هو الساب ديورال سبيس. هنتكلم عن الانتراكرينيال بريشر مونيتورنج ديفايسز، وطبعا اسماء الديفايسز زي ما انا لسه قلت ان هي حسب المكان اللي انا بركبها فيه. زي عندنا هنا الانترافنتريكولار كاسيتر، عندنا هنا سب اركانويد كاسيتر، عندنا ايبيديورال كاسيتر، عندنا برانشيمال كاسيتر. طبعا هنا هو جايبني اللوكيشن بتاع كل كاسيتر منهم، زي ما انا قلت بتكون نفس يعني انترافنتريكولار بركبها في الفنتريكلز بتاعت البرين، سب اركونيد تحت السب اركونيد او في السب اركونيد سبيس، الايبيديورال ما بين الاسكال ما بين الديورا ماتر، البرانشيمال دي بنقول في البرين تيشو. طيب هو هنا جايب لي الادفانتج والديس ادفانتج بتاعت كل ديفايس. هلخصها كده ان هنا طبعا الادفانتج او انا بحكم على الديفايس نفسه كان كويس ولا لا according to الاكيوراسي اند reliability اوف ذا ريدنج، القراءه اللي هو بيعطيها لي هل هي فعلا اكيوريت وريليبل ولا لا. تمام، كمان بحكم على الديس ادفانتج هل هو بيزود لي الريسك ان البيشنت ده يحصل له انفكشن او يحصل له بليدنج. فانا اعرفها كده ان كل ما بدخل على البرين اكتر بالديفايس اللي معايا ده بيديني مور اكيوريت اند ريليبل ريدنج، وفي نفس الوقت بيزود لي الريسك اوف الهيمرج اند الانفكشن. يعني عندنا مثلا انترافنتريكولار، عندنا البرينشيمال، الاثنين دول تمام طبعا من اسمهم هم ده خلاص بدخل على البرين تشو دايركت، وبالتالي هنا هم بيديني مور اكيوريت اند ريليبل ريدنج، ولكن من الديس ادفانتج بتاعتهم ان هم هيزودوا لي الريسك اوف البليدنج والريسك اوف انفكشن، عكس الابيديورال اند السب اركونيد كاسيترز دول هيقللوا لي الريسك اوف البليدنج وبيقللوا لي الريسك اوف الانفكشن، ولكن في نفس الوقت الديس ادفانتج بتاعتهم ان هو بيديني ليس اكيوريت اند ليس ريليبل ريدنج.
طيب ده طبعا بيكون شكل الديفايس اللي انا بقيس بيه الانتراكرينيال بريشر، ده طبعا اللي هو البيشنت خارج منه اللي هي الكاثيتر. تمام، لو جينا هنا ده اسمه بريشر جادج، ده اللي بيديني الريدنج اصلا بتاعه الانتراكرينيال بريشر، ودي كولكتنج باج اللي بتعمل لي درينج لي اللي هو سي اس اف، المفروض طبعا هي متوصله بالترانسديوسر وتتوصل بالبيت سايد مونيتور بالبيشنت عشان تبدا تديني الويف فورم. طيب الويف فورم بتاعه الانتراكرينيال بريشر دي المفروض بيكون شكلها، لو جينا برضو نتكلم هنا دلوقتي عن الانتراكرينيال بريشر مونيتورنج ويف فورم، هنلاقي ان الويف اللي بتمثل الانتراكرينيال بريشر بتتكون من 3 بيكس P1 P2 P3 B1 بيركشن ويف، B2 تايدل ويف، B3 دايكورتيتك ويف. اوكي، B1 دايما بنقول ان هي بتكون اسوشيتد بالكاردياك سيستول، وبالتالي اي التريشن في البلاد بريشر سواء بالزياده او بالنقصان تمام، فبنلاقي في التريشن في شكل ال B1. ال B2 طبعا دي اللي بتمثل لي هنا، دي اهم حاجه اسمها تايدل ويف، دي مهمه جدا، هي دي اللي بتعرفني لو في اي تشينج في الانتراكرينيال بريشر. تمام، لو في زياده في الانتراكرينيال بريشر هنلاحظ ان ال B2 بقت اعلى من ال B1 او العكس صحيح. تمام، كمان هنا اللي هو البي 3 زي ما انا قلت اللي هي الدايكورتيك ويف، طبعا دي بتكون اسوشيتد برضو مع اللي هو الكاردياك ديستول. هنا برضو الصوره دي بتوضح لك برضو شكل الويف فورم لما اجي اقيس الانتراكرينيال بريشر، زي ما انا قلت لو هو هنا نورمال يبقى بلاقي هنا بي 1 بي 2 بي 3، بلاقي هنا في سيجنيفيكانت اليفيشن بلاقي هنا برضو بي 1 وبي 2 وبي 3. لو لاحظنا هنا ان البي 2 بتكون هنا اعلى من البي 1 زي ما احنا لسه قايلين ان اي التريشن في البي 2 معناها ان في تشنج في الانتراكرينيال بريشر سواء بالزياده او ان هو بيقل. تمام، فهنا طبعا ان البي 2 انا شايفاها ان هي اليفيتد اكتر من البي 1 معناها ان في اليفيشن في الانتراكرينيال بريشر. هنا طبعا ده مودريت اليفيشن، لو جينا نلاحظ هنا ان البي 2 بتكون قريبه للبي 1 ولكن برضو ما وصلتش ان هي تبقى اعلى منها. تمام تمام البريبريشن ايه اللي بعملها قبل ما ابتدي البروسيدجرز؟ زي ما احنا تعودنا في اي بروسيدجر ان انا لازم بعطي اكسبلينيشن او بعمل اكسبلينيشن، بدي انفورميشن للبيشنت ريليتيفز وللبيشنت طبعا لازم اعمل له اكسبلينينج للبروسيدجر، وبالتالي باخد ريتن كونسنت طبعا من البيشنت ريليتيفز او الفيرست كين اوف ذا بيشنت. طبعا لازم اتبع الاسبتيك تكنيكس والستاندرد بريكوشن. تمام، لازم احافظ على البيشنت بتاعي، هنا بعطي له بروفيلاكتيك انتيبيوتيك لان زي ما انا قلت هو انفيزيف بروسيدجر. تمام، فهنا في هاي ريسك للبيشنت هنا ان هو يحصل له انفكشن. تمام، كمان لازم اعمل هنا اعطي للبيشنت هنا ايه سيديشن. طبعا في اكويبمنت بجهزها معايا، دي اللي هي البيزك اكويبمنت، لازم اكون معايا نوعين من الجلافز، في نون سترايل جلافز وفي سترايل جلافز، لان في النون سترايل جلافز انا بستخدمها في الاول للبوزيشننج بتاع البيشنت. تمام، وان انا لو هعمل شيفنج للهير اللي موجود في الهيد في المكان اللي انا هعمل فيه الانسرشن، بعد كده بغير الجلافز بتاعي وبلبس سترايل جلافز. لازم يكون طبعا معايا انستيك سوليوشنز، معايا براش طبعا، بيكون معايا ريزور، بيكون معايا ماركر بين عشان اعرف البوينت اللي انا هدخل فيها الكاثيتر دي. تمام، طبعا معايا بقى اللي هي البروتكتيف اكويبمنت ليا انا، بيكون معايا الفيس ماسك، بيكون معايا سترايل جول، بيكون معايا زي ما انا قلت اللي هو السترايل جلافز بقى انستيك سوليوشن، معايا يكون ريب تاول. تمام، بيكون معايا السيرنج، بيكون معايا انتراكرينال بريشر مونيتورنج الكيت اللي هي الديفايسز اللي انا ايه هركبها للبيشنت، مهم جدا السيوتشر ماتيريال اند السترايل دريسنج اللي انا ايه هقفل بيهم البروسيدجر. السلايد دي هيتم عرض فيديو توضيحي عن البروسيدجر كاملا، البريبريشن اللي بعملها سواء كانت خاصة بالإيكوبمنت أو إن أنا بعمل ديزإنفكشن للسايت نفسه قبل ما أعمل الإنسيرشن. تمام، كمان هنا اللي هو البروسيدجر كمان للإنسيرشن مع الكومبليكيشن. This is a video in clinical medicine from the New England Journal of Medicine. Invasive intracranial pressure monitoring, or ICP monitoring, is often used in patients in whom elevated intracranial pressure is suspected, particularly those with traumatic brain injury. The two most common tools used for invasive ICP monitoring are intraparenchymal ICP monitors and external ventricular drains. Each has its own benefits and drawbacks. This video describes the insertion of an intraparenchymal ICP monitor. Although these monitors do not allow for therapeutic drainage of cerebral spinal fluid, they are more straightforward to place, particularly if there is ventricular effacement or displacement, which is common in patients with traumatic brain injury. Intraparenchymal monitors are also associated with fewer complications, such as hemorrhage and ventriculitis, than external ventricular drains.
Guidelines on the use of invasive ICP monitors vary, but the Brain Trauma Foundation recommends their insertion in patients with severe traumatic brain injury and abnormalities on computed tomography, or CT, and in selected patients with a normal CT scan. Invasive ICP monitors can also be used in patients with other conditions associated with elevated intracranial pressure. Insertion of an intracranial monitor should be avoided in patients with coagulopathy. Also, ICP monitors should be inserted at a site that is away from any local infection. Several types of intraparenchymal ICP monitors are available, including piezoelectric strain gauges, fiber optic monitors, and pneumatic monitors. These monitors can be inserted through a skull bolt or tunneled under the skin. In this video, we will describe the insertion of a piezoelectric strain gauge through a skull bolt, but the principles of insertion are similar for all types of intraparenchymal ICP monitors. Begin by gathering the necessary equipment. For the initial preparation, you will need non-sterile gloves, a water-absorbent underpad, water, soap, a washcloth or brush, a hand towel, a razor, and a marker pen. For the procedure itself, you will need a face mask, a sterile gown and sterile gloves, an antiseptic solution such as chlorhexidine, a sterile fenestrated drape, a local anesthetic agent such as 2% lidocaine with 1 in 200,000 adrenaline, a 5mm syringe, a 21 gauge needle for drawing up the anesthetic and a 27 gauge needle for administering the anesthetic, a scalpel with a number 11 blade, and an ICP monitoring kit. The kit should contain a twist drill with a drill bit, a bolt, an ICP sensor, and a transducer. Finally, you will need some suture material such as a 3-0 nylon and a sterile dressing. Don non-sterile gloves. Place the patient in a supine position and put the water-absorbent underpad beneath the patient's head with the plastic side down. Wash the patient's scalp with soap and clean water using the washcloth or brush. Dry the skin with a hand towel and shave as necessary. Identify the anatomical landmarks and mark the incision site. Generally, ICP monitors are inserted on the side of the non-dominant hemisphere, which is usually the right side. The incision is made along the mid-papillary line, 3 cm lateral to the midline to avoid the sagittal sinus, approximately 11 cm posterior to the nasion, and at least 1 cm anterior to the coronal suture to avoid the motor strip. Put on a face shield, wash and disinfect your hands, and don a sterile gown and sterile gloves. If you are using a drill guide, loosen the guide with a hex wrench. Place it at a suitable depth, typically approximately 20 mm, and then retighten it. Thick skull and scalp hematomas may obviate the need for a drill guide. Prepare the autoclave twist drill by placing the bit into the chuck, holding the drill handle in place and then turning the chuck clockwise. Prepare the bolt by placing the stylet in the lumen with the tip exposed. In most adult patients, the spacing washer is unnecessary and may be discarded. Wipe the frontal area 3 times from the center to the periphery with an antiseptic solution. Then, place a sterile fenestrated drape over the head. Larger sterile drapes may also be used, but follow local guidelines. Raise a bleb with local anesthetic. Make a short 5mm linear stab incision. Use of a retractor is usually unnecessary. Ask an assistant to secure the patient's head. Place the drill perpendicular to the skull and turn the handle clockwise. Do not lean on the drill. You will usually be able to feel the drill bit penetrate the hard outer cortex, the soft central medulla, and the hard inner cortex. Place the bolt in position perpendicular to the skull and turn it clockwise, usually 9 half turns until it is secure. Loosen the cap of the bolt by turning the adapter counterclockwise and make a puncture in the dura using the dural puncture stilet. Cerebral spinal fluid may be visible at this point. Switch on the ICP transducer. Place the ICP sensor in sterile water and ask an assistant to connect the sensor to the transducer. Ask the assistant to calibrate the transducer and record the reference number.
Insert the ICP sensor through the bolt to the desired depth, which is often approximately 15 millimeters into the cranium, and then secure the sensor in the bolt by turning the adapter clockwise. When a strain gauge is used, a bend may be placed in the sensor at the desired depth, but other types of sensors should not be kinked. Dress the wound site using antiseptic soaked gauze. You may place a purse string suture, which can aid in wound closure after the bolt is removed. Hemorrhage can occur at any stage of the procedure, but is seldom clinically significant. Before the procedure, identify and correct any coagulopathy. A scalp or skull hemorrhage usually terminates once the bolt is placed, but skin sutures and bone wax may be applied if bleeding persists. Intracranial hemorrhage is rare, but unenhanced CT of the head may be performed after the procedure if hemorrhage is suspected. Infection is a rare but serious late complication. Ensure adequate preparation and meticulous aseptic technique. Avoid handling the tip of the ICP sensor. The use of periprocedural antibiotic agents may be considered, but follow local guidelines if you decide to administer them. CT of the head, with and without the administration of contrast material, may be requested, and a cerebrospinal fluid sample may be obtained if there is concern about intracranial abscess or ventriculitis. Normal intracranial pressure is 7 to 15 millimeters of mercury. The upper limit of the normal range is 20 millimeters of mercury. Gentle pressure over the jugular veins should cause a rise in intracranial pressure. The rate at which the intracranial pressure rises may indicate the degree of compliance of the brain. If there is no increase in intracranial pressure, then check the waveform. An ICP waveform consists of several peaks, P1, P2 and P3, that may be considered to be the combination of the arterial and other waveforms. In cases in which the ICP waveform is not present, check the ICP sensor and transducer. Technical malfunction or loss of calibration of the ICP sensor can lead to inaccurate readings. For cases in which the intracranial pressure is no longer consistent with clinical and radiologic findings, the ICP sensor may need to be replaced. Intraparenchymal ICP monitoring is often useful for patients in whom elevated intracranial pressure is suspected, particularly in those with traumatic brain injury. Meticulous technique is important to reduce the risk of complications such as hemorrhage and infection. طبعا الفيديو في السلايد السابقة ده بيوضح البروسيجر بالتفصيل. تمام, بنكمل بعد كده. طبعا مهم هنا دور النيرس جدا في الانتراكرينال بريجر مونيتورنج. طبعا مهم جدا هنا ان انا احافظ على البوزيشنج بتاع البيشنت, وطبعا هجيب الوقت في السلايد اللي بعد دي هتوضح لي الايفيدنس بيزد براكتس قالت ايه بالنسبه للبوزيشن, بس اكوردنج تو الريفرنس ده ان انا جايبه ان هو لازم احافظ على البوزيشن بتاع البيشنت, ان انا اعمل اليفيشن للهيد اوف البيد. تمام, كمان لازم احافظ على البيشنت ان هو ما يحصلوش اي التريشن في البودي تمبريتشر سواء بالانكريز او بالديكريز. كمان زي ما انا قلت لازم اعمل بروموشن للهايبر فنتليشن واعمل ريستريكشن للي هو الفلويد, ده كله يساعدني ان انا احافظ على الانتراكرينال بريشر وزن النورمال والبيشنت ما يدخلش مني في انتراكرينال هايبرتنشن. تمام, كمان لازم اعمل ادجاستنج للالارم بتاعي على المونيتور بحيث لو في اي انكريز او في ديكريز برده في الانتراكرينال بريشر يبقى في الارم. تمام, كمان لازم احافظ على الكونكشنز ما بين الكاسيتر ما بين الترانسديوسر وما بين المونيتور نفسها. تمام, كمان لازم وانا بتعامل مع ترانسديوسر ان انا ما اسمحش ان في اي اير بيدخل للجهاز نفسه عشان برده ما ياثرليش على الريدنج وما ياثرش على الويف فورم اللي بتظهر لي على المونيتور. تمام, كمان اتاشنج ترانسديوسر تو ذا بيشنت واعمل انسبكتنج للانترانس سايت ديلي. كمان لازم اعمل اوبزرفنج هل البيشنت ده بيتعرض لاي اوديما اي هايبريميا او بريزنس اوف secretions لان دي معناها ان في early signs of infection. تمام, لازم الدريسنج اللي موجود حوالين الترانسديوسر ده اعمله ريبليسمنت كل 24 ساعه with antiseptic solution. كمان اي بروسيجر يتعمل للبيشنت لازم اعمل له ريكوردنج, وخصوصا البروسيجرز اللي ممكن تاثر لي على الانتراكرينال بريشر زي طبعا اشهر حاجه اللي هي الايه السكشن. كمان لازم اعمل مونيتورنج للبلاد بريشر زي ما انا قلت ان في الويف فورم نفسها, ان انا قلت B1 B3 دول بيكونوا اسوشيتد بالكاردياك دايستول وبالكاردياك سيستول, وبالتالي مهم جدا هنا ان انا اقيس البلاد بريشر فريكوينتلي للبيشنت. كمان ان انا اعمل كالكوليشن للسيريبرال بيرفيوجن بريشر.
دي الايفيدنس بيزد براكتس اللي كنت بتكلم عنها، ان هي بتوضح هل فعلا البوزيشننج مهم للبيشنت ان هو يحسن الانتركرينيال بريشر ويحسن السيريبرال تيشو بيرفيوجن. فقال لنا هنا ان البروبلم ان كان في ان في انكريز في الانتركرينيال بريشر، ديكريز السيريبرال بيرفيوجن بريشر، اند ديكريز برين تيشو اوكسجينيشن، هاف بين اسوشيتد وذ بور اوت كاونز فولوينج تروماتيك برين انجريز. فحاولنا هنا بالنيرسينج انترفنشنز ان احنا نعمل هيد البيشن اند ريبوزيشننج ونشوف هل الايفكتس بتاعتها على البيشنت اوت كام. فالخلاصة قال لك هنا ان البيشنت ريسبونسز للهيد اليفيشن اند ريبوزيشننج دي بتكون individualized، بمعنى ان هي فعلا ممكن يكون ليها بوزيتيف امباكت على البيشنت اوت كام وممكن يكون لها في نفس الوقت نيجاتيف امباكت، وبالتالي هي بتختلف من بيشنت للتاني. وعلشان كده اي بوزيشن هحط فيه البيشنت بيحتاج مني ان انا اعمل كونتينوس مونيتورنج للبيشنت ريسبونس، بشوف الريدنج بتاعه الانتركرينيال بريشر نفسها، هل البيشنت بيتحسن ولا فعلا بيحصل له ديتريوريشن، وبالتالي بقدر احكم واحدد هل البوزيشن ده هيفيد البيشنت ولا لا. تمام. طبعا دي الريفرنسز اللي انا استعنت بيها.